رح نحكي مثل ما قلنا عن سحور وعن مشروبات الشهر الكريم، بس انا قبل قلت انا بس شفت هالصحن اللي بيشهي قلت وين كريستال؟ اول ما سالتيني في سكر بدي اقول لك شو ما في. شو ما فيه؟ بتحبي تعرفي بالتفاصيل ولا اخذتي فكره بشكل سريع؟ يعني في بينات باتر كمان بقلبه، اوكي، وفي بقلبه المهلبيه، وفي كمان حلاوي على شوكولا ورشه الفستق، وفي السويس رول القطعه فيها بقلبها شوي مربى كثير خفيف، وكمان اخر شيء عليها جليب، عصير الجليب الكونسنتري كله. شو وضعه؟ يعني بتعرفي الحلويات بشهر رمضان كتار، وخاصة الحلويات العربية والسكر واللوز. هلأ مش كله مضر، يعني في قصص كتير صحية، يعني مع أنه هيدا بتشوفيه كله سكر، بس مثلا البينات باتر معروف أنه كتير صحي لأنه فيه بروتين والدهون الجيدة، يعني نحن بننصح فيه. حتى الفستق كتير مهم لأنه فيه كمان يعتبر من الحبوب أو النوتس اللي هو كمان بروتين. يعني مش كل شيء بالديسير هو مضر، حسب الكمية. حسب الكمية، مش هيك دايما نقول اعتدال. يعني ما فينا كمان ما ناكل حلويات، خاصة انه رح يكون متقدم لنا كثير انواع طيبة ورح نتشهى، فالمهم ناكل ولكن كمية صغيرة. يعني قطعة وحدة تعتبر كمية صغيرة ولا كمان بدنا نقص القطعة؟ لا، قطعة وحدة هالقد، يعني على شكل كف الايد بتكون منيحة. إذا فينا نتجنبها انه مش كل يوم، يعني يوم ايه يوم لا، النهار الثاني ننقي نوع من الحلو يكون اكثر صحي، او حبه فواكه بعدها افضل. نعم، اذا منيح ما حرمتي حدا من هالقطايب، لان بالفعل لما الاشياء تشهي بصير واحد يقول خلص بدي اكل شو ما صار يصير. مثل ما حكيت انا عن وجبه السحور يلي كثار بيعتبروها ضروريه، وكثار الاخر او بعض الاخر بخافوا، بحسوا انه عم تاكلي بوقت متاخر، يعني عم نحكي عن 4 إلا ربع فجرا بوقت الامساك، انه خلص صار وقت متاخر ما لازم ناكل ونرجع مثلا نصلي وننام. صح، السحور كثير مهم، وهون يعني كاختصاصي التغذيه رح نقول له لازم تاكله، يعني اول مره بنقول لازم ناكل. عاده السحور بنعتبره مثل الفطور، يعني مثل الترويقه، كثير مهم لانه هو اللي رح يعطينا طاقه حتى نقدر نداوم كل النهار. اذا ما اخذناه بنكون كل اكلنا عم بيكون على وجبه واحده على وقت الافطار، وهيدا الشيء اكيد ما بننصح فيه. كل ما بنعدد وجباتنا كل ما هون بيكون منيح. ليش؟ لانه بكون قريب من اكلنا اللي نحن تعودنا عليه، يعني نحن عاده بنقول بدنا ناكل 3 مرات مع 2 سناك، هيدول القصص لازم ينطبقوا مثل ما هن بس بطريقه الصيام، يعني الفطور رح نعتبره السحور. اوكي. والافطار رح نعتبره كانه غدا وعشاء. ليش؟ لانه مش رح ناكل مره واحده على الافطار، بدنا نجرب نعدد الوجبات، واكيد في عندنا السناك اللي بدنا ناخده، بس كيف يعني من بعد وقت معين، يعني بدنا نعددهم حتى يقدروا يقطعوا كلهم من دون ما نكون روحنا كميه معينه من الاكل. صحيح. ونحن ما بنبلش فيهم؟ اي خلينا نبلش فيهم، تا يمكن منقول شوي بصير في فوضى بالافطارات، واحد يمكن بياخذ راحته وبيقول عندي بعد وقت لفتره الامساك، ولكن خلينا نحكي عن السحور تا ما نكون نقصنا ولا شيء. شو افضل شيء واحد ياخذه تا يعطينا هالانرجي لليوم التالي ونقدر نضاين؟ اوكي، عاده السحور بنعتبر انه هو الفطور، والفطور عاده بنعتبره 30% من نهارنا، يعني 30% من الوحدات الحراريه والفيتامينات والمعادن لازم يتأمنوا لنا من خلال هيدي الوجبة. 30% كيف بدهم يجوا؟ على أي شكل؟ عندنا نحن 5 أقسام بالهرم الغذائي، إذا بدي عندنا الفواكه، الخضرة، لحوم ومشتقاتها، حليب ومشتقاتها، والنشويات. تنقدر نعرف شو بدنا ناخد على السحور، على القليلة أو لازم ناخد 3 منهم. يعني فينا نهار ناخد النشويات مع اللحوم ومشتقاتها، يعني مثلا حبش مع حبة فواكه. نهار تاني يعني مثل مثلا ساندويش فيه حبة كاملة بقلبه حبش وعنا حبة فواكه حدا. نهار تاني فينا ناخد حليب خالي من الدسم من دون سكر، حده مثلا كورن فليكس حبة كاملة مع نتفة خيار أو بندورة حدا. يعني دايما 3 من هدول 5 تيقدر يتأمن لها 30%. وهيدا الشيء ما بخلينا ننصح، بالعكس
يعني عم تحكي عن اشياء حسيتها كثير نموذجيه، بينما السحور حتى اذا خصوص الاشخاص يلي بياخذوا سحور برات البيت بتبلشي وبتصيري تلاقي بتوصلي للسحلب والاشياء والحلويات والمناقيش وخبريات. مزبوط. يعني هون الماكسيموم وقت امتين لازم يوقفوا ياكلوا هالاصناف؟ هو دغري يعني لقد ما يعني فيهم ياخذوا وقتهم لحد ما لازم يوقفوا. لا هالاصناف يلي تعتبر انه غير صحيه غير يلي ذكرتيها، يعني اذا كانوا عشيه ل 12 للساعه 1 مسموح ياكلوا منقيش ما بعرف شيء بكشك وهيك، ولا رح بعدين يحسسهم بعطش اكثر وبيجوع فيما بعد؟ صح. في انواع من الاكل بتضاين اكثر بجسمنا وفي انواع ما بتضاين. نحن هون بدنا نركز على هذا الموضوع، يعني نحن عطينا اذا بدك مثل ان جنرال شو لازم يكون بالسحور تبعنا، بس اكيد رح يختلفوا الاطباق بين بعض. في شيء بضاين اكثر بدنا نهضمه بست ساعات، في شيء بنهضمه بساعتين رح نجوع دغري بسرعه، مثل المناقيش اللي عم تحكي عنهم، مثل كل شيء حبه بيضه، يعني الخبز الابيض، المعكرونه البيضاء، كل شيء حلويات، الرز الابيض، هدول دغري بيروح مفعولهم. هون بدنا نجرب نستبدلهم بقصص بتضاين اكثر، بدل الخبز الابيض بنجيب خبز حبه كامله، بدل الرز الابيض رز حبه كامله، المعكرونه البيضاء كمان، الكورن فليكس اذا بدنا ناخذهم حبه كامله، دائما هدول النشويات بنجيبهم حبوب كامله لانه بقلبهم فيهم الياف رح يضاينوا اكثر، يعني جسمنا بكسرهم بوقت اطول، فرح يضاينوا معنا ورح يخلونا نحس بالجوع اقل، بالتعب اقل. بهيدول كمان النشويات دغري بنحكي عن الفايبرز، الالياف، الالياف بشبعونا، فهن موجودين كمان بالفواكه وبالخضره، مشان هيك مستحب انه ناخذ حبه فواكه على السحور لانه رح تساعدنا، او كمان خضره معهم. في فواكه محدده، في اصناف خضره بتساعد اكثر، ولا بشكل عام بشكل عام يمكن الخس فيها مي كثير، خيار خس فيها مي كثير، هي اكثر الفواكه هي رح تعطيك الالياف، واذا بناكلها بقشره يعني افضل ما نقشر التفاحه، بالعكس ناكلها بقشرتها او الدراء بقشره، يعني كل القشر عاده هو اللي بيحتوي على الالياف اللي نحن بحاجه لهم. والبطيخ لا بنعرف بعده هلا الموسم، وممكن اشخاص يعتبروا بركه سحور يكون بطيخ مع جبنة حلوم أو أي نوع تاني على ذوقهم. البطيخ نوع كتير منيح لأنه هو بذات الوقت فواكه بأملنا كمية مي نحن بحاجة لها، سو زيادة بقلب هيدا السحور بدنا نشرب كتير مي، فينا نشرب عصير، بنكون عم نأمن كمان الفواكه تبعتنا للأشخاص اللي ما بحبوا الفواكه، بس نعرف دايما أنه كبيت العصير هي حبتين فواكه، ما نزيد لها سكر لانه لما بنزيد سكر بيعلى السكر معنا رح يرجع يهبط، يعني نحن رح نرجع نحس بالتعب دغري لما نكون وقفنا ورح الاكل. ورح يعطش الشخص لان مزبوط. السكر بنعرف كثير بس يذوقوا طعمه الحلو بصير بدهم يشربوا مي. كريستال بدروسيان، هل ممكن الانسان يشرب مي ويخزن؟ كيف بنخزن بالبيت مثلا يقدروا يضينوه اكثر لو ما كان عطشان، ولا ما لها علاقه لما بدك تعطشي بدك تعطشي؟ هو مبلى الجسم لحاله بيرجلج، يعني عنده سيستم بجرب يساعد حاله حتى اذا نقصه هالمي يجرب يتركه بقلبه، بس اذا انت ما اعطيتيه هالمي الكافي هون رح يفوت بمنطقه جفاف اللي هي كثير خطيره، وفي اشخاص فيهم يفوتوا على المستشفى لانه نقصهم كميه المي. نحن بالايام العاديه بنقول لازم نشرب تقريبا 8 اكواب خلال هذا الشهر، بننصح ب 10 ل 12 ليه؟ تجرب جسمنا قد ما فيه يحبس هذا المي تيساعدنا تنضاين وما نفوت بالجفاف. والاهم هو مش نشربهم دغري، يعني العشره مش يكونوا خمسه بخمسه، هون كمان جسمنا رح يدهرهم دغري ما حنستفيد، نجرب بالوقت اللي نحن قادرين نشرب نعددهم، نكون بيكون جسمنا عم بياخذ اللي هو بحاجه له، بيترك ريزيرف، بيرجع بيشرب، بيترك ريزيرف، وكل الباقي بجسمه رح يضاينوه لكل نهار. قد ايه الاشياء المالحه ممكن تكون سبب تيحبس المي بالجسم؟ ولا هون عم نحكي عن احتباس المي بصير موضوع ثاني او ممكن يفيد بمحل من المحلات اذا واحد ما عم بيدهر هالمي من جسمه؟ صح، على السحور كمان نحن حكينا شو القصص لتسي المنيحه، القصص اللي مش منيحه ناخذها هي كل شيء فيه ملح. الملح بالعكس رح يكب لنا المي من جسمنا، اوكي؟ فبدنا نجرب ننتبه على الاجبان الكثير مالحه، مثلا الحلوم او بنجيبها من دون ملح او بنغسلها كثير منيح تيروح الملح من قلبها، ننتبه على الكبيس اذا بدنا ناكله على بكره انه ما ناخده، نتجنب المكسرات، نتجنب كل شيء حتى الزيتون المالح لان في بعض الاصناف ملحهم قوي بيكون. صح، الزيتون او حتى مرات بنزيد على الساندويش مثلا خردل حتى نعطي له طعمه طيبه، الخردل كثير مالح كمان رح يزيد لنا عطشنا. كل هدول الانواع المالحه بتكب لنا جسمنا من جسمنا المي وبتعطشنا، يعني على الحالتين
شيء بدنا نجرب نتجنبه خلال السحور. والكافيين، لان بس نحكي مي تطهير المي من الجسم بنعرف انه بنروح على قهوه او نسكافيه او اي صنف. صح، شق الكافيين كمان بدنا نجرب نتجنبه على السحور. بعرف كثير صعب، يعني الواحد مرات بده يوعى بده يشرب كافيين، بس المعروف انه كمان الكافيين بيطهر المي من الجسم مثله مثل الملح. وقت بنقول كافيين مش بس القهوه، بنقول الشاي والشاي الاخضر والشاي الاسود، كل انواع الشاي ما عدا الشاي الابيض فيه شوي اقل كافيين، حتى في منهم ما في ابدا كافيين فينا نتناولهم. وبنقول كمان المشروبات الغازيه اللي بتجي من الكولا. اوكي، سو هدول القصص كله اللي فيهم كافيين نتجنبهم. بالمقابل فينا ناخذ كل شيء جاي من الاعشاب، يعني مشروبات نعناع، ينسون، زهورات، ما فيهم كافيين. ما بيعطشوا، ما بيعطشوا وما فيهم كافيين. جرب ما نزيد لهم كثير سكر حتى ما نرجع منفوت بالدايره الفارغه اللي حكينا عنها. بس اوقات لما نشرب نعنع، ما بعرف انا من هول الاشخاص، بحس بدي اشرب مي بعدين. يعني كان بيعطي هيك مفعول بركي، هو احساس بسيط، بس هو فيزيك ما بجسمك ما فيه كافيين فما رح يظهر لك المي. يعني بركي بتحسي انت دغري بدك تشربي بركي على سخونته او على شيء هيك، او اصلا يعني مش كل الناس عندهم نفس الاحساس. بس كيف اللي بياكلوا حلو في دغري بدهم يشربوا، انا مثلا ممكن اكل جات وما اعطش يعني. وكمان حسب احتمال قدره الجسم، يعني كل شخص عنده قدره معينه. مشان هيك لازم نراقب حالنا ونشوف اذا في شغله عم تزعجنا نجرب نتجنبها حتى ما نفوت بمشكله الجفاف اللي هي كثير عامه، يعني كثير الاشخاص بيعانوا منها. اهم الاسباب خصوصي هلا فتره الصوم، يعني بعز الصيف صيف. يعني عم نحكي عن شهر تموز يوليو. حكينا عن بعض المشروبات، بس بدي ارجع لمشروبات الشهر الفضيل. اذا بدنا نحكي عن الجلاب بشكل خاص، قمر الدين والتمر هندي سوس، هالاصناف كمان بيعطشوا بعدين ولا لهم وقتهم المحدد وبعدين لازم يبعدوا على السحور منهم؟ هن عاده بنستفيد منهم، وهن اذا بدك معروفين خلال هذا الشهر مش لانه بس طيبين، لانه فيهم فوائد. يعني بقلبهم في مانغانيز، في معادن معينه مثل البوتاسيوم مثل الفوسفور، يعني هدول المعادن اللي عاده نحن بنكون كثير بحاجه لهم، مشان هيك بناخذهم على اول الافطار. يعني هن كتير صحيين وفينا ناخد منهم. المهم ما نزيد لهم كتير قصص او نزيد لهم سكر، هن مثل ما هن. لما يكون مثلا عصير الفواكه او عصير المشمش او حيلا نوع تاني من الفواكه، هو لحاله صحي، فيه شيء اسمه فريكتوز اللي هو السكر الطبيعي تبع الفواكه، بيعطينا طاقة تنقدر اذا بدك هيدي الطاقة الصغيرة بس اللي نحن بنكون بحاجة لها على اول الافطار، فهيدي لازم نستفيد منها اول الافطار. اول الافطار صح، مع انه بناخذ هيك كباية مثل ما عم تقولي بتكون حرزانة وفيها قلوبات وقصص. صح، هون مرات بنزيدهم، مش يعني ما فينا ناخذ، بس انه مش دائما، يعني مرة ناخذ هيدي الكباية من دون سكر وناخذ حسب حزين. ما بيتحضر وبحطوا لهم سكر مشان هيك طيبين؟ في منهم ايه. يعني اذا بنعمله بالبيت ما فينا ما نزيد. ما بعرف قد ايه بينعملوا بالبيت، او انه عاده شو معها بالبيوت اكثر بينعملوا ولا بينشروا جاهزين، كان المشمش او حتى مثل ما حكينا عن كذا نوع تمر هندي وغيرهم سوس، وفي الجلاب يلي بنحسه كثير. هلا في مرات الاسانس مثلا شراب الورد بنجيبه، بس في منه بينباع بالسوق دايت، يعني معمول من سكر اصطناعي، وفي منه معمول من سكر عادي. اوكي، نكون فينا نتحكم بالقصص، نعرف شو عم نشتري ونقرا الوحدات الحراريه. واللي بيقدر يعمل هالاصناف بالبيت ليش بيقدر يعمل؟ اكيد. يعني أكيد. حتى قمر الدين لما ينقع وبعدين يتحول ينغلى وهيك، هو بتصنيع قمر الدين في سكر، يعني بنكون كمان عم نحط مزبوط. سكر. مش هيك بنقول ما نرجع نزيد، ننتبه على يعني هيدا الماكسيموم يلي بيكون موجود. صح، موجود فيه. صح، لكن هول المشروبات واجمالا جلنا على السحور. في مشروبات ممنوع ناخذها، نعم، او مش مستحبه ناخذها، اللي هي المشروبات الغازيه، لانه بتنفخنا بتحسسنا انه شبعنا حتى لو كان على الافطار، هي رح تعملنا نفخه. مزبوط. أوكي. يعني حتى لو كانت على الافطار، وخاصه انه خلال هذا الشهر الجهاز الهضمي منه اذا بدك عم بيشتغل بشكل طبيعي، يعني اصلا بيكون كثير حساس، وبتجي بتعطيه هدول المشروبات الغازيه، الاشخاص اللي اصلا معرضه شوية الضيق رح يزيد هيدا الشيء، والاشخاص اللي معرضه انه يصير عندها حرقه او تحس بهالاسيديتي بالمعده رح تزيد.
زيادة عن شعور بالنفخة، وزيادة عن أنه لما نشرب هدول المشروبات بدنا نجرب نخفف أكلنا، لأنه هي لحالة بتحس أنك شبعتي، فما بتكوني عم تاخدي كمية الأكل اللازمة. لأنه نحن دايما بنصير نفكر أنه نحن ما بدنا ننصح بخلال شهر رمضان، بس في كتير أشخاص بيضعفوا وما بدهم يضعفوا، يعني بيكون اصلا وزنهم ضعيف وبيزيد هيدا الشيء عندهم. فهون اذا شربوا مشروبات غازيه عم بضرهم هيدا الشيء، لانه ما عم بيقدروا يتناولوا الاكل مثل ما لازم. واكيد المشروبات اللي فيها قهوه اللي حكينا عنها قد ما فينا نتجنبها، فينا نشرب فنجان واحد مش مثل على السحور ممنوع، او حتى واحد شاي اخضر، ولا شاي اخضر بيطلع لهم اثنين. صح، في من واحد لاثنين حسب اذا كمان اخذ قهوه او يعني عرفت بدك تعدي كم شغله بقلبها كان في كافيين، بس مش مثل بالسحور بنقول لهم ابدا ابدا، تفاديا للمشاكل اللي ذكرتيها. صح، حكينا كمان عن الغذاء وعن الصداقه. صديقتنا من الحدد رندا معنا على الهواء، مرحبا يا رندا. وعليك يا صديقتنا، انت صديقتنا الغاليه، يعني مش حيلا صديقه. معوني ولا تقشعوني؟ لا، بدنا نسمعيك وبدنا نقشعيك ونتعرف عليك ما دامك جارتنا. اي والله بقرب وقت ان شاء الله. على راسي. يا هلا فيكي. معلش في اسالها شيء لل اكيد كريستال جاهزه وكريمه باجاباتها. بس انه لانه كثير كثير عم نشرب مي، مش معقوله يعني اكثر شيء مي مسقعه، ما في اشرب عادي انا ما بقدر، ما بتنزل مي عادي. بدك تشوفي اذا مش منيح يعني المي المسقعة؟ حاسة انه انا ما عندي بطن يعني، هلا عندي الناس اللي بدي اكون لابسة ومرتبة حالي يعني، بدي يعني شوي صغيرة يعني عندي بطن، مش كثير انه هذيك الناصحة يعني. اوكي، شو كريستال المي المسقعة هي بتعمل بطن؟ هلا هو المي المسقعة مثل المي السخنة، مثل المي العادية كوحدات حرارية ككل هدول القصص، بس في اشخاص عندهم جهاز هضمي حساس، من بيناتهم لما تاخذي قصص كثير مسقعه بينفخلون. اذا بدك شكرا لاتصالك رندا، انا فكرت بعد عندها غير سؤال فما شكرناها. فبحسوا بهذا الشعور تبع النفخه، لانه عن جد بينفخ المصران من وراء السقعه. فاذا يعني هي مش انه بطن بمعنى دهون، مش انه نصحت على بس الماء، بس النتيجه وحده، النتيجه يعني وحده هو الشعور والشكل. مثل ما عم بتقول بتحس انه اف مزبوط، صعب تلبس وتطلع هو من المي المسقعه. نعم، هلا هون بين هلالين بما انه حكينا عن النفخه، وهلا في كثير اشخاص عندهم نفس المشكل، عن شو لازم واحد يبعد تا ما يحس بنفخه؟ كل انواع الاكل اللي هي اذا بدك بتعمل غاز بالجسم، في عندك انواع خضار مثل الارنبيت، مثل انواع الملفوف. هيدول القصص بده يجرب الواحد هو ينتبه اي نوع عم بيأذيه، لانه كل شخص بيختلف هيدا الشيء من شخص للتاني، من جسم للتاني، في منهم من وراء قشر الخيار، الحبوب، البرغل، هدول القصص بدنا ننتبه عليهم ونجرب نتجنبهم حتى ما نزيد، لانه عندهم كمان اذا بدك استعداد لمشاكل بالجهاز الهضمي اكثر. اوكي، اذا بهالطريقه بنختم حلقه اليوم معك فيما يخص الغذاء الذكي. كريستال، بس هيك التعصيب خصوصي واحد وعم يحضر فوتبول ممكن يضعف الاشخاص ولا ينصحهم؟ يعني مثلا امبارح كنت انا عم حمس المنتخب الجزائري، حسيت كثير عصبت انه هيك صار. عندك نوعين، اللي بيعملوا ستريس وبيصيروا ياكلوا هن وعم بيحضروا الماتش، هدول رح ينصحوا. اللي بيعملوا ستريس لا عن جد وبيعصبوا بيضعفوا، لانه في هرمونات بتزيد بالجسم اللي هو اذا بدك بكسر لك الدهون بجسمك. شو ما كانت النتيجه المهم تربح البرازيل، هلا عصبتك. هلا نحن عم نحكي هلا معك عن الفوتبول وانت بتشجعي المنتخب الالماني، اذا بدك تسمعي تحليل عن مباراه امبارح اللي كانت شيئه جدا جدا ضد منتخب الجزائر، تابعي بعد بريك اعلاني المعلق الرياضي والخبير الرياضي كمال مصاري اللي كمان بضيافتنا طيله الشهر تا يحكي عن المونديال، فلقوا ريتا بعد البريك.